القوات الجوية المصرية وصلت مع نظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ طلعاتها خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من شهر يونيو الجاري من المملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة اللي بتواجه السكان في ظل العراقيل والصعوبات اللي بتحول دون دخول المساعدات بصورة كافية للقطاع. وده طبعا بيأتي في سياق الجهود المكثفة اللي بتبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوى الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لداخل القطاع. استمرارا للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوى الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل داخل القطاع، واصلت القوات الجوية المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ طلعاتها خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من شهر يونيو الجاري من المملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها السكان في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون دخول المساعدات بصورة كافية داخل القطاع. تأتي تلك المساعدات لتلبي جزءاً ضئيلاً من الاحتياجات الملحة والأساسية للحفاظ على الحياة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون داخل قطاع غزة.